كله ندمت على اختيار بعض الممثلين بمسلسل الدرس الأول. صار عليها لغط هذا المسلسل لأنه هواية من الممثلات تحديدا كانوا دخيلات على المهنة وأعمارهم غير مناسبة، يعني مثلا سلاف كانت غير مناسبة لطالبة ثانوية، فليش ما اختاريتوا ناس قد يكونون طالبات معهد ويتمنون يشتغلون ويا حضرتك؟ ليش تم اختيار ناس خارج الوسط؟ يعني هم الحقيقة مو بسهولة تختار أنت الفنانات. يعني أنت بالنسبة للفنانين تقدر تختار، تروح المعهد الفنون الجميلة تختار العدد اللي تريده، بس بالنسبة للعناصر النسائية يعني فد أزمة البلد يمر بيها. أنت كلية الفنون الجميلة تدري كم عنصر نسائي أكو؟ عدد كبير، بس كلهن يتخرجن يصيرن مدرسات. معهد الفنون الجميلة بعدد كبير يتخرجون يصيرون معلمات، لذلك احنا نضطر خصوصا اذا كان دور ثقيل وكبير انت تختار انت ممثلة بحجم يعني قد يكون ملائم، لذلك اختارينا اي ناس ولبسناها الشرايط وقسم من الممثلات بدأوا عندنا يعني بالدرس الاول. بعض الممثلات كانوا اصلا يعني يشتغلون اعمال غير التمثيل، ما عندهم اي فكرة عن التمثيل وتنجلبهم من هذا العمل. حضرتك من شفت العمل كنت موافق تماما على اختيار الممثلين لو كان عندك تحفظات انه بهل موجود؟ بالنسبة للطالبات ماكو عندك خيار، ماكو عندك بديل. يعني اعلن بس انت رفضت ممثلات اشتغلوا هذا العمل من اول ايام. انا ممثل، انا بالنسبة لي مثل ما قلت لك نحس في شغلي، هو مو نحاسة والتزام. يعني ممثلة تجي تتأخر ما أتحمل الموضوع. بأي دور كانت؟ يعني ممثلة إحدى الأدوار اللي مثلتها ما حسيت أرتاح وياها أن أكمل هاي السفرة اللي حكينا بيها بداية البرنامج، فهي مصورة يومين، قلت لها عيني ما أعتقد نقدر إحنا نكمل وياك، ممكن تتبدلين. المخرج أيد بشكل. منو كانت بديلتها؟ جت ممثلة ما أذكر والله، يمكن هو يعني مسلسل بالدرس الأول أو التيتي يعني ما أذكر. طيب خلينا نأخذ فاصل الأخير ونرجع ويا أستاذ قاسم الملاك. رجعنا لكم من هذا الفاصل الأخير ويا أستاذ قاسم الملاك، نكمل البصمة بالعشرة. آخر أعمال قاسم الملاك لم تحقق النجاح الساحق المسبق لأعمالك أو الجماهيرية المسبقة، شنو السبب؟ هل السبب أنه أنت المؤلفة ما قاعد تطلع من هاي الصورة؟ مثلا يا عمل اذكرني. نقول أنا والمجون والتيتي ما حققوا النجاح السابق مثل الدرس الأول مثلا، واني ما أريد أدافع على هذا العمل أو ذاك العمل. يعني التيتي وأنا والمجنون ادخل على الانترنت وشوف عدد المشاهدات يعني بالملايين الحقيقة، بس الأعمال بصراحة واحد يحكيها اللي قدمتها قناة الشرقية، الشرقية عدها طريقتها بالترويج للأعمال وعدها عدد مشاهدة هي أكثر من القنوات الأخرى. صحيح، هذا السبب. يعني قناة العرض هي اللي ظلمت العمل نسبيا. قد يكون يعني القناة الشرقية تعرف شلون تروج إلى أعمالها. برنامج صغير تروج له تروج كبير جدا وتسحب المشاهدين. هذا هو السبب. طيب من الظلم أن تقارن أعمالي أو كوميديا قاسم الملاك بكوميديا أغلب النجوم الكوميديين بالعراق اليوم. هو قلت لك أكو طريقة للممثل وجبناها اسم. أنا أردها إيه أو لا؟ ظلم لك انه تتقارن بهم؟ ما اريد اقول ظلم، لا اقول اذا ولا اريد افرز نفسي عنهم. هم ممثلين وانا ممثل والجمهور راح يقرر. تشوف كوميديان يعجبك اليوم كثير؟